السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على البيم ستيجز أو مراحل البيم طبقا للبيم فريمورك للدكتور بلال سكر. هو البيم فريمورك بيتكون من 3 حاجات أساسية: البيم ستيجز والبيم لينسز والبيم فيلدس. المرة اللي فاتت اتكلمنا على البيم فيلدس، المرة الجاية هنتكلم على البيم لينسز، فطبيعي النهاردة هنتكلم على مراحل البيم أو البيم ستيجز. إيه هي مراحل البيم؟ أو نقدر نقول بمعنى آخر مراحل قدرة البيم. لما احنا بنستخدم مصطلح مراحل البيم احنا بنشير للقدرة او الامكانية او الكابابيلتي في مراحل مختلفة لمستويات النطق. هنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله بالتفصيل بعد كده، بس هو المراحل قدرة البيم محتاجين نفهم يعني ايه قدرة البيم اللي هي الامكانية او القدرة على استخدام التقنيات والعمليات والسياسات بتاعت البيم اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. لو انت فاكر فيديو بتاع بيم فيلدس او حقول البيم، احنا قلنا ان عملية البيم دي هي تفاعل بين التكنولوجيا والعمليات والسياسات، وده في مراحل البيم اللي هو مراحل البيم ده اللي هو البعد الثاني، النموذج ثلاثي المحاور البيم فريمورك. فلو انت مهندس معماري او اي مهندس وبتستخدم ادوات البيم او بتستخدم البيم ورك فلو، فانت لازم بتنتج مخرجات اللي انت هتسلمها، او لو انت عميل فانت بتستفيد بطبيعة الحال من المخرجات اللي هي بتجيلك، المخرجات الداخلية، ولو انت من ضمن سلسلة التوريد السبلاي تشين فانت بتستفيد من كل التقنيات والعمليات والسياسات. فقدرة البيم هي نقدر نقول القدرة على التقديم او الاستفادة من مخرجات الموديل او النموذج. ده حاجة مهمة جدا. لو احنا فاكرين الفيديو بتاع المقدمة كنا بنستخدم البيم كنموذج بيعتمد على الادوات والمخرجات، يبقى لازم عندي ادوات تولز بنستخدمها وعندي حاجة هناخدها من الاخر. يعني انت مش معقول ان انت بتعمل العملية ومش منتظر مخرجات او اوتبوت تطلع لك من العملية ديت. فاحنا ما بنبنيش قدرة البيم، فاحنا بنركز على الانجاز او بنركز على المخرجات بتاعت النموذج. فقدرة البيم، مراحل قدرة البيم لما احنا بنتكلم، فهنا عندي في مراحل أساسية أو معالم الأداء، حاجات أساسية موجودة عشان نتنقل من شركة ما فيهاش بيم خالص لشركة عندها البيم الكامل أو عندها بيم ما فيهوش غلطة، بيم شامل، بيم في كل المزايا بتاعت البيم. فاحنا بنشير للحاجات الأساسية. طيب ممكن نستخدم، لو احنا بنتكلم على مراحل البيم ممكن نستخدم مصطلح زي البيم الوحيد والبيم الاجتماعي. البيم الوحيد ممكن نشبهه مثلا بواحد بيلعب لوحده، لاعب باليه بيلعب لوحده، والبيم الاجتماعي فرقه بتتعاون مع بعض. فالنموذج البيم الوحيد شركه بتعمل منتج او بتعمل موديل وفي مخرج بيطلع ده بيفيدها، بس هي مش عاملاها بحيث انها تتعاون مع باقي الشركات. يعني هي مع الموديل ولا ده سر عسكري ومش قادره تدي لحد، هي تديهم بس المخرج منه، يعني تديهم مثلا اوتوكاد بي دي اف بتاع، بس ده بتاعنا احنا وما ينفعش نخرج خالص. بيفيدها ان هو بتطلع المنتج اسرع، بان هو ما فيهوش كلاشات، بس هو ما بيستخدمش مع بقيه المنتجات. يعني الشركه دي مثلا ممكن تكون معماري وفي شركه تانية انشائي وشركه ثالثه كهروميكانيكال، كل واحد فيهم بتعمل موديل وتبعت للتاني مثلا بي دي اف او اوتوكاد وما بتعاونوش مع بعض. ده اللي هو البيم الوحيد. في بيم اجتماعي سوشيال بيبقى اكتر من شركه، في نظام في توليق في تبادل المخرجات من كل واحد فيهم، وان هم يقدروا يستفادوا من البيم اقصى استفاده. ده ببساطه جدا. طيب احنا ممكن عشان نسهل على نفسنا هنقسم لكذا مرحله، وهنشوف دلوقتي لو شركه عايزه تنقل من ما عندهاش بيم لبيم متقدم او بيم اخر حاجه المفروض اللي يحصل. هو ما فيش وسيله ان حد ان شركه تتنقل نقله هوب تروح من بيم ما فيش لبيم متقدم، الا لو هي غيرت الاستاف كله وغيرت السيستم وغيرت النظام وبقت شركه تانية خالص، فده مستحيل. انما احنا ممكن نقول ان هي مرحله 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 عشان تنقل من ما قبل البيم الى مرحله اللي هي البيم المتكامل او النموذج الاوحد او توحيد النماذج. دي محتاجه ان احنا نعدي على كذا مرحله، لان انت كنت شغال مثلا كاد
وبتنقل للبيم، فلازم الاول يبقى الناس فاهمه موضوع 3 دي وال4 دي ويفهم حاجات كتيره جدا، والتكامل بين التقنيات والعمليات والسياسات زي ما قلنا. ففي عدد قليل من المراحل البسيطه اللي هي هنعرفها، واللي انت ممكن تدور على النت او هتلاقيه في كل الشركات اللي حواليك او الشركه بتاعتك لو هي داخل في مجال البيم هتلاقيها مر بالمراحل ديت. تمام. طيب، لو احنا قلنا ان قبل البيم كان عندنا الكاد وكان عندنا رسومات او عندنا ناس بترسم بالايد، طيب الحاجات دي كلها هتختفي؟ لا مش هتختفي، هي برضه هتبقى موجوده، يعني هيبقى في برضه ناس مثلا بترسم بعض السكتشات بايديها، ممكن يكون في ناس بعض الحاجات موجوده الكاد، بس الاعتماد الاساسي على الموديل، ولازم يكون كل حاجه مطابقه للموديل وتتغير او الموديل يتغير. تمام. طيب خلينا نقول ان احنا عندنا مراحل اساسيه اللي هي نمذجة أساسها العنصر، ونمذجة تانية، المرحلة التانية نمذجة في تعاون على أساس النموذج أو على أساس الموديل، ومرحلة تالتة التكامل القائم على الشبكة. تمام. يبقى في عندي 3 مراحل، النمذجة أساسها العنصر، في مرحلة بنتعاون على أساس النموذج، في مرحلة تالتة اللي هي التكامل القائم على الشبكة. تعالى نتكلم على كل مرحلة من دول. في الاول المرحله الاولى اللي هي نمذجه اساس العنصر، دي اول حاجه في تغيير حصل ان احنا تبنينا الادوات اللي هي بتساعد على البيم، واستعملنا بعض السوفت وير زي اركيكاد زي تيكلا زي ريفيت زي الماجيكاد زي كل البرامج اللي هي بتعتمد على البيم، بقى فيها عنصر زي باب زي حيطه زي شباك. تمام. وهيبقى فيه مخرجات اشكال ثلاثيه الابعاد، دي اول حاجه، 5 انواع من انواع المخرجات اتكلمنا عنهم في المقدمه، الفيديو بتاع المقدمه. في رسومات ثنائيه الابعاد مستورده من اشكال هندسيه ثلاثيه الابعاد، يعني الرسومات الثنائيه الابعاد اللي موجوده سواء بلان سواء سيكشن مش جايه من الفراغ، لا ده جايه من الشكل ثلاثي الابعاد، كميات والمواصفات، وفي نماذج تحليه. دول ال5 حاجات الاساسيين، طبعا انت بتطلع حاجات كتير قوي بس دول ال5 اساسات الحاجات الاساسيه. تمام. انت كده خلاص خدت خطوه في مجال تبني البيم، بتبدا تشوف كل المخرجات بتاعتك بتطلع من الموديل. تمام. انت هتبدا تاخد اي حاجه ثلاثيه الابعاد من ثلاثيه الابعاد من الموديل بتاعك. في المرحله دي ما يكونش في تبادل للنماذج، بيكون في تبادل البيانات، بتبادل ملفات البي دي اف او الدي دبليو جي او حاجات زي كده، انما الموديل نفسه ما فيش امكانيه ان هو يشوفه وان هو يحصل تبادل في الحاجات دي، فهي لسه لغايه دلوقتي مقفول عليه. المرحله الثانيه هو التعاون القائم على النموذج. احنا كده خلاص خدنا خطوه حلوه قوي، وبقى في تعاون بين الشركات وبين الاقسام كلها، ما في بالشركة واحدة، لا ده في انضباط في تبادل المعلومات، والاقسام كلها بتستفاد، الديسبلين كل ديسبلين بيستفاد من الاخر، وبيبقى في مخرجات وفي تبادل وفي مناقشة وفي مخرجات اكثر من ان كل واحد شغال لوحده. وان شاء الله الحاجات دي برضه هنتكلم فيها بالتفصيل واحدة واحدة ان شاء الله. بعد كده اللي كده النموذج بتاعي تبادلي، يعني قابل للتشغيل المتبادل، وفي بعض الصيغ بتبقى اوبن سورس زي الاي اف سي، دي مفتوحه اي حد ممكن يستخدمها، نقدر نترجمها فئات اساس الصناعه، الاي اف سي ممكن نترجمها فئات اساس الصناعه. انت كده تقدر تولد اشياء كتير جدا، الميزه ان هو مش امتداد خاص بشركه، يعني مش مثلا ار في تي خاص بالريفت فبقيه الناس ما تفهمش، لا ده اوبن سورس والناس كلها بتشتغل بيه، حتى البرامج الاحتكاريه بتصدر ليها، بتقدر كلها بتصدر الاي اف سي. تمام. وكل قسم بيبدا يشوف الجزء الخاص بيه ويتبادله مع بعض، بيبقى في لينك بينهم بحيث يبقى في استفاده، يبقى في تعاون قائم على النموذج. يبقى كده في تبادل، بس العلاقة لا زالت خطية، المهندس مع المقاول، المقاول مع المقاول مع الباطي، في تبادل بس واحدة من حاجة لحاجة، حاجة خطية، مفيش تكامل حقيقي غير في المرحلة الثالثة من البيم. المرحلة دي هيبقى عندنا مجموعة من الحلول اللي بتساعد على
يعني توليد التكامل القائم على الشبكة، كلنا شغالين في نفس الشبكة. ممكن يكون سيرفر او يكون في برمجات خدمة اس اي اس بيبقى على النت، وبقى في خدمة ان انت كل شغلك اونلاين. تمام، دي زي حاجة زي البيت البيانات المشتركة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. يبقى في اكتر من منظمه بتتعاون مع بعض، بتتبادل النماذج في نفس اللحظه، الحاجات كلها محطوطه على سيرفر على النت او سيرفر مشترك بينهم. دي مجموعه مضطره من القدرات. لو الشركه وصلت للمرحله دي بنعتبرها شركه ذات قدره عاليه، او الفريق يبقى فريق ذات قدره عاليه، باور رينجرز. لذلك في مرحله من البيم 3 في نماذج متعدده التخصصات بنبقى في تحليل لكل المعلومات اللي احنا عايزينها في المراحل الاولى من التصميم، نقدر نستفاد منها من اول ما نبتدي شغل. طيب لو احنا تجاوزنا المرحله الثالثه من البيم، هيبقى عندنا البيم المتكامل او البيم الناضج تماما، او بنسميه بوست بيم. يبقى كده قدرات المنظمات كلها اكتملت في المرحله الثالثه، وفي ربط لقاعدة البيانات، وفي استفاده كامله جدا. لو احنا بنتكلم على في المرحله الاولى، ما بقاش في ربط بين البيم والجي اي اس، او في بين البيم والسيتي او التخطيط. انما في المراحل المتقدمه بقى في ربط بين كل الحاجات ديت. النموذج موجود بس في ربط بينه وبين بقيه التقنيات ونظم المعلومات. يبقى في تطور، وفي نقدر نسميها تكامل التصميم والبناء والتشغيل. ده مصطلح ان احنا نستفاد منه اثناء الشغل، واثناء دورة حياة المشروع كلها، واثناء تشغيل المبنى، واثناء واحنا حتى لو انت بتهده برضو بتستفاد من كل المعلومات الموجودة في النموذج. اللاعبين اللي هم البلاير، او كل الناس المشاركة في العملية بتستفاد منهم، بيبقى في استفادة كاملة اثناء التشغيل. كله بيقدر يستفاد من الموديل. الموديل بيقول لنا مين المفروض هيبقى مسؤول عن ايه. ما نقدرش نقفز من البيم صفر لبيم اخر حاجه، او لازم يبقى في مراحل بتعدي عليها. لازم يبقى في كل شويه تعدي من مرحله واحد لاثنين، ومن اثنين لثلاثه، ومن ثلاثه لما بعد البيم. لازم نمشي على الحاجات ديت. نتذكر ان الحقول بتاعت البيم هي التكنولوجيا والعمليات والسياسات. ان شاء الله اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ونتمنى تتابعوا المدونة ان شاء الله.